Hi, bye. يا اصحابي هقولها علشان نتعلم منها، خليكوا دايما فاكرينها واوعوا في يوم تعملوا منها. في حاجات يا اصحابي هقولها علشان نتعلم منها، خليكوا دايما فاكرينها واوعوا في يوم تعملوا منها. اللي يقول ويقول انا ما قلتش، وبيغلط ويقول ما عملتش، يا اصحابي ده بيكون كذاب والكذاب ما بيتحبش. واللي بينقل الكلام ويشوف حاجة يقولها هوام، يا صحابي ده بيكون فتان والفتان ما بيتحبش. في حاجات يا صحابي هقولها علشان نتعلم منها، خليكوا دايما فاكرينها واوعوا في يوم تعملوا منها.